السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم في مطبخ ثقف نفسك. النهاردة إن شاء الله هنعمل فطيرة باللحمة المفرومة، سهلة وسريعة ومش هتاخد مننا أي وقت. يلا نشوف هنعملها إزاي. أنا هنا عندي نص كيلو من الدقيق، هحط عليه نص معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة من السكر، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، وأضيف عليهم 3 معالق زيت، زيت ذرة أو زيت عباد، وكمان معلقتين كبار زبادي، معلقتين كبار مليانين، وهقلب كويس جدا مع بعض. وهيكون عندي كوباية من المية الدافية، هنزل واحدة واحدة كده بالتدريج على الدقيق بتاعي. بالشكل ده كده، وهبدأ أعجن العجينة بتاعتي برضو مع إضافة المية واحدة واحدة بالتدريج لحد ما تتشكل معايا عجينة طرية بس ما بتلزقش زي ما هنشوف دلوقتي. وهعجن فيها مش أقل من 10 دقايق لحد ما تكون بالشكل ده كده. هقسمها لجزئين، الجزئين دول اللي هما هيكونوا الطبقتين بتوع الفطيرة بتاعتنا، نحاول يكونوا قد بعض بالظبط بالشكل ده كده. وهجيب معلقة زيت، هدهن وشهم بالزيت عشان ما ينشفوش، وهغطيهم واسيبهم حوالي ساعة يرتاحوا في مكان يعني على قد ما نقدر يكون دافي. ده شكلها بعد مرور ساعة عليها. هنبدأ ناخد أول جزء من العجينة ونفرده بالشكل ده كده. العجينة كل ما ترتاح كويس هتتفرد معاكي بسهولة ومش هتغلبك خالص بالشكل ده كده. نحاول على قد ما نقدر نفرد العجينة بسمك رفيع جدا، يعني على قد ما تقدري بالشكل ده كده. وهيكون عندي كوباية، نص كوباية من الزبدة على زيت. هبدأ أدهن العجينة بتاعتي بالشكل ده كده. وهطبق الأجزاء بتاعتها لحد ما يكون عندي شكل مربع، وبرده بين الطبقات كده ندهن الخليط بتاع الزبدة بالشكل ده عشان يخلي العجينة بتاعتنا مورقة وما تكونش مكتومة بالشكل ده كده. هنعمل الجزء التاني بنفس الشكل، وبعد كده هنكورها بالشكل ده كده، نحاول نخليها مدورة، وهنحطها في التلاجة حوالي ربع ساعة قبل ما نشتغل فيها كده. بعد ما طلعت من التلاجة هنبدأ بقى نفرد فيها، وهنكون مجهزين عندنا صينية حجمها مناسب مدهونة بالزبدة بالشكل ده كده. وهنحط الجزء بتاع العجينة على الجزء اللي فيه الفتحات دي عشان يكون الشكل من فوق ومن تحت كويس، ونفردها كويس. وهيكون عندنا لحمة معصجة او اي حشوة انتوا حابينها، هنفردها بالشكل ده كده ونوزعها كويس. وهنفرد الجزء التاني من العجينة بنفس الشكل بس هنحطها على الوش المتساوي، يكون الوش المتساوي قدامنا بالشكل ده كده. ونظبط الشكل كده، وهنجيب سكينة بقى ونقطعها بالشكل طبعا اللي تحبيه. وفي الوقت ده هنكون مشغلين الفرن بتاعنا على درجة حرارة تقريبا 150 او 180 يكون سخن. وهندخل فيه الفرن، هندخل الفطيرة بتاعتنا في الفرن بعد ما ندهن وشها بالزبدة بالشكل ده كده، ونهدي النار تكون على درجة حرارة متوسطة. هتاخد تقريبا نص ساعة لحد ما تاخد الوش الحلو ده من فوق ومن تحت. وده كان شكلها، وبالهنا والشفا، ويا رب الفيديو يعجبكم. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير لكل اصحابكم، والسلام عليكم ورحمة الله.